مرحبا بك عزيزي المشاهد، من فضلك اشترك بالقناة ليصلك كل جديد منا. المشروبات الغازية هي تلك المشروبات الغير الكحولية الدارجة، وهي تعطي الشعور بالانتعاش والطاقة خاصة في فصل الصيف. زاد استهلاك الكبار والصغار للمشروبات الغازية مؤخرا، وشرب هذه المشروبات باعتدال قد يكون له فوائد على صحة الإنسان. ومن بين هذه الفوائد الصحية للمشروبات الغازية مادة الكافيين. الكافيين هو مادة منبهة ومتواجدة في المشروبات والأطعمة مثل القهوة والشيكولاتة، فالكافيين ينبه الجهاز العصبي المركزي، كما يساعد على انحلال الأحماض الدهنية التي تتواجد في الكبد، كما ترفع من الحالة المزاجية وتخفف من الصداع. كما أثبتت الدراسات أن الأشخاص التي تستهلك الكافيين بشكل منتظم يقل لديها مخاطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش وسرطان القولون والحصوات المرارية وتليف الكبد. الكربونات. الكربونات هي المكون الأساسي للمياه الغازية، والتي تم التوصل إليها في عام 1767 على يد جوزيف بريستلي، ولها فوائد كثيرة، من بينها فائدتها للجهاز الهضمي، وتخفف من آلام المعدة، وتقلل من الشعور بالغثيان، كما أنها تعالج الإمساك. الصوديوم. الصوديوم مادة أخرى في المشروبات الغازية، وهو من المعادن الهامة المتواجدة بشكل طبيعي في غالبية المواد الطبيعية. الصوديوم يساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء، ويقلل من إصابة الشخص بالشد العضلي، كما يساعد على توازن الأملاح بالجسم، ويحول دون ظهور التجاعيد المبكرة للجلد، ويحافظ على معدلات الضغط الدم من الانخفاض. أضرار المشروبات الغازية. وإذا كانت المشروبات الغازية لها مذاق جذاب للصغير قبل الكبير، إلا أن الإفراط في شربها يحمل في طياته العديد من المخاطر الصحية التي قد تصل إلى حد الإدمان ومعاناة الشخص من أعراض الانسحاب. جسم الإنسان يحتاج إلى السوائل من أجل بقائه، وخاصة الماء. أما السوائل مثل المشروبات الغازية فإن الجسم ليس في احتياج لها مثل الماء. ونجد أن المشروبات الغازية يتعلم الأطفال شربها منذ الصغر، حيث يقدمها أقرب الناس لهم من الآباء والأصدقاء. السمنة. المشروبات الغازية تضيف المزيد من السعرات الحرارية لجسم الإنسان، وعليه الزيادة في وزنه إذا لم يتم حرق هذه السعرات الحرارية، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة سكريات عالية، قد يتعرض الشخص معها إلى الإدمان، أو تضيف إلى عوامل سمنته عاملا جديدا. كما أن المشروبات الغازية تحتوي على مادة الكافيين المتسببة في إدمان الشخص لها، كما الحال مع شرب القهوة عند شربهم بإفراط بالغ. الإصابة بهشاشة العظام. هذا المرض من الحالات الخطيرة التي تؤثر على العظام، مؤدية إلى ترققها وفقد كثافتها التي تحافظ على قوتها، مما يسبب الآلام بها وتعرضها للكسور بسهولة. وقد يتعرض الكبار والصغار والإناث والذكور على حد سواء لهذا المرض، كما أن شرب السوائل الغنية بمحتواها من الكالسيوم مثل الألبان لا يعوض العظام عما تفقده من قوة. أعباء إضافية على الميزانية. إن الشراء المستمر للمشروبات الغازية على اختلاف أنواعها قد ينتج عنه خسارة وتبديد الموارد المالية للأسرة، التي يمكن توفيرها أو توجيهها لأوجه إنفاق أخرى أكثر أهمية. البكتيريا القولونية. من خلال الدراسات العديدة التي أجريت على محتويات المشروبات الغازية، فقد تم اكتشاف احتوائها على بكتيريا تصيب القولون، التي تتصل بحالة البراز عند الإنسان، حيث تسبب هذه البكتيريا الإسهال. فمع شرب المشروبات الغازية تزيد نسبة هذه البكتيريا، مما يجعلها أكثر مقاومة للمضادات الحيوية التي يصفها الأطباء لعلاج هذه البكتيريا، والتي تصل إلى حوالي 11 نوعا. مخاطر الإدمان. من الممكن أن يدمن شخص المشروبات الغازية، كما الحال مع العقاقير الإدمانية من الهيروين والكوكايين، وذلك لوجود الكافيين ومواد التحلية الصناعية والصوديوم. وبعيدا عن إدمان المشروبات الغازية، فهي تسبب العديد من المخاطر الصحية، ومن بينها الإصابة بالداء السكري وتآكل الأسنان وتكون الحصوات. فالمشروبات الغازية التي تعتمد في تركيبها على الفوسفات تساهم بقدر كبير في تكون الحصوات في الكلى، والأشخاص التي تستهلك المشروبات الغازية بكميات كبيرة تتكرر لديها تكون الحصوات بالكلى. التسبب في مرض السرطان. كما تم دراسة العلاقة بين المشروبات الغازية وبين الإصابة بسرطان البنكرياس، هذا المرض الخطير كباقي أنواع السرطانات التي تتحول إلى أنواع شرسة لا يمكن علاجها إلا إذا تم اكتشافها في مراحلها المبكرة. تسوس الأسنان. إن معدلات الأحماض المتوافرة في المشروبات الغازية
تقارن بأحماض البطاريات، مما تعمل على إتلاف الطبقة الخارجية الحامية للأسنان. كما تساهم السكريات بجانب الأحماض في هذه المهمة المدمرة وتعرض الأسنان للتسوس بالمثل. إذا كنت تداوم بل وتفرط في تناول المشروبات الغازية، فهذا معناه أنك تشرب سعرات حرارية وسكريات وكافيين وغيرها من المحتويات الأخرى الضارة. يجب إحلال الماء بدلاً من المشروبات الغازية تدريجياً حتى يتم تقليل استهلاكها بشكل كبير، ويقتصر تناولها في مناسبات محددة أو عند الشعور بآلام المعدة والغثيان. وهذا كل ما لدينا لنقدمه لكم في حلقة اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وانشر الفيديو مع أصدقائك. مع تحياتي، في أمان الله.